داخل الأي. هذا مخيط برافو عليك فيجو هاي لزامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. كيف ما شفتوا في العنوان لزامي في هذا الفيديو عاوتاني غادي ندوزوا معايا السيمانه. ولاش كنحماق على هاد الفيديوهات ديال السيمانه ولاو كيجيو زوينين كيعجبوني. المهم لزامي اليوم السبت، فقت بكري حتى بغيت نمشي ندير لو جيل وبغيت ندير لي ستيل. شوفوا عينيا دايره لا ماسكارا لا والو، باقي يلا فايقه منفوخين. بلا ما نطول لكم الهضره لزامي، يلا نمشيو غنوريكم الاوتفيت ديالي. قولوا لي في لي كومونتير واش زوين ولا ما زوينش. ولزامي قولوا لي واش زوين ولا ما زوينش. شوفوا صراحة بغيت نبدل ستيل هاد السروال، شحال هو عندي عمرني ما لبستو، لبستو يمكن شي مرة واحدة. وهاد السراول دغيا كيديمونطا وقلت خاصني نلبسو نبروفيتي منو غير شوية وصافي. بردلتي فيها لورونج، شتو هاد باراشوت بانت، ولبست كروب توب وهاد الساك خديتو من فاش نوفا، هو عمرني ما هزيتو، قلت هادي هي الفرصة. يلا نمشيو. لازم نشوفو شفتو شحال زوني كيحمقو. عرفتو هاد المرة درت فوليوم كبير، حيت أنا ديجا شفاري طوال اللي مدرتش فوليوم كبير مكيبانوش فيا. شوفو دابا غادي نمشي ندير لو جيل إيديا ورجليا، غادي غير نسالي ونبارطاجي معاكم الصالون اللي كندير فيه هادشي. ما يحمقوني الشفار تكون زوين. زامي هذا هو الصالون اللي كنصايب فيه لو جيل ديما ميس ايمانويل. صراحه خدمتهم مكان حمق على عندهم هادو، عندهم واحد اخر انا غادي نوريه لكم دابا توين. هادو عندهم هادو هما بحال بحال اللي جيتو لي هو هذا. انا دابا ساليت على زامي، عرفت قلت لكم بقى ما فرات راسي ممكن كنموت بالجوع. فاش كنجي للتوين كنهبط المرضين عندهم واحد الساندويتش ديال الطون خطير، ما يمكنش يجي التوين وما ناكلش داك الساندويتش، ما يمكنش كيبيعوه في مرلان. يا ربي نلقى حتى شي لمود ديال الجوع ومشى هي داك الساندويتش. المهم لازم هذوك هما لي صالون ديال ميس ايمانويل كاينين في التوين بروميير ايطاج. الخدمة ديالهم راه خطير، انا بعدا ما كنفوتهمش، الخدمة ديالهم واعرة لي زعما. يا زعما الا كنت شنو شريت عرفتو قمت بالجوع خاصني ناكل هذا باش نقدر نخرج في هاد الشتا. مش ماكنوم هادو الحرام كيديروا لي الاغراض. وخدي الساندويتش مابقاش ديال الكون، ما عرفتش علاش ما دايرينوش. خديت هذا ديال الكباب وخديت هاواي. دابا غادي ناكل باش نمشي للدار. عرفتو عيشة على زعما والله. اليوم انا زعما غادي نمشي للبحر، اختارتو كاين واحد الحراره بالزرقاء ديال البحر. كانت فاطمه زهراء صاحبتي غادي نمشيو للبحر، غادي ندوزو النهار كامل لانه هي حتى هي اليوم عندها روب وما خدامش. ندوزو نهار زوين وغادي نصور لكم كلشي. على زعما دابا انا لبست حوايجي وديت معايا حوايجي غادي نبدل باش نمشيو نتغداو. المهم عندي واحد البروغرام في راسي يا ربي صدق، حيت ماشي كاع البروغرامات كيصدقوا. شوفوا على زعما هذه الكسيوه ديالي ديال البحر، شوفوا كيفاش كتجي. لبست معاها شويرط كلاكيطه ديال البحر، كتجي فحال هكا فنة كتجي وصافي. دابا غادي نستنى فاطمة الزهراء باش نمشيو. لا زعمي انا فاطمة الزهراء عندنا بجوج بيرمي جديد. دابا فاطمة الزهراء جابت الطوموبيل شوها كدير شي اصوات. لا اله الا الله محمد رسول الله. ها هي سكتات. باغي نوصلو للبحر سير بعد غدا. والله شكون شكون يجي عندك؟ انا دابا جيتي ساعة وانتي جاية واخا شكون جاي بالرباط. غير على فضيحه لزامي، ما يمكنش على شو هضرنا في الطريق سقت انا وياها. ويلي 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 عاد وصلنا كنتقطر بالعروقات. شوف عروقات مع هذيك الخلعه، ولكن صقنا ديك فاطمه زهراء صقنا مزيان صقنا والله مزيان مقطريه. عرفت شنو دابا جيتك لبس لي بوركين ديالنا؟ راه ما يمكنش، راه ما بغوش طلعوا اصلا هاد البوركين صغير ومع عرقت راه ما يمكنش. دابا غنهبطوا نعوموا لزامي صراحه، انا باغا نعوم نتبحر اختي شويه ومن بعد نخرجوا غدوزوا معنا النهار كامل. شتي كنا كشي محيدين الزيت دابا درتي الزيت.
بعرف ربي فاش ما تبقى في جهنم وغيحطك. دابا لازم غير هبطوا نعومو شويه. خلو هادشي هنا. اي خلي الحوايج هنايا. هادشي هنا تمشي نجيب باش نفطر ونمشي. اي سير جيبي باش تفطري. وشي. خويا البحر لي زامي هذا هو اخر بحر جيت ليه رايحين. صراحة هو اللي غنبقى نجي ليه زعما هنا في كازا تماريس زوين شوفوا بحال بيسين. هذا تماريس جوج. احنا داخلين البحر لي زامي شوف. انا فاطمة صراحة شوف البحر خير. صراحة هاد تماريس فهمتي حمق. انا غندخل معايا تليفوني راه ما كاين ربوشي طالع والو. تليفوني باش يدير الماء. يقدر يكون اخر فلوق من بعد واحد الشهر ديال باش ركبت تليفون. شوفي واش غنكون شي مره عارفين على حقيقتي. شويه ما يستخدم غير من القدام وما ترشي تاع تليفوني سيري بشويه. انت غترجعيه للمغرب. طيب اش غير عمو هنا اش؟ اش غير عمو هنا؟ اش تليفوني اش غير الصخور والبول؟ هيت عليكم كاملين هاد العمر اللي عملت انا فاطمه الزهراء سبحان الله كنهبطوا لما كنت مسخه زعما كما كنت ندير ما كنتش كندير غير ندير غير شويه ديال الفرج بعد اش كنت مسخه شي كامل صافي عرفتي باش غير نديرو خاصنا نعومو باش نكملو الخرجه خاصنا نمشيو للحمام دابا غادي نمشيو نقلبو على حمام باش ندخلو نعومو ايوا صافي ها انتوا معانا لي زهر كنتسناو النشوه بحيت ما نقدروش نطلعو الطنبر حنا فاسقين وما نقدروش نحيدو البوركيني حيت انا عندي كسوه علاش انا ما نقدر غير نحيد البوركيني وغنلبس الكسوه ديالي انا غير حيد هادو غنلبس كسوه حيت باقي عندي واحد كسوه اخرى غنلبسها صافي شغل لبست كسوه ديال لاله زامي دابا غادي نمشيو للحمام خاصنا ضروري نعوم واخا كنت في الحمام غير البارح خاصني ضروري نعوم حيت ما فيناش الرمله بزاف ولكن بغينا نلبسو حوايجنا بغينا نلبسهم نقيين ونصيبو شعرنا ياك دابا فاطمه الزهراء اللي غتصوب الحرام شفتي كيفاش ما درتيش ليه فيديو في يوتيوب درتي غير ستوري انستغرام احنا راجعين لاله زامي صافي راه زعامنا في السوق كاع ما تخافوا علينا لاله زامي غتشوفوني في جميع ليك راه خاص فلوق بوحدو على داك الشيء وعلى درنا فطور راه ما يمكنش اخيرا جات الماكله لازم تخرج بالجوع تخيروا من الفطور سبينا في البيت صحه نيكست داي هاي لازم اليوم غادي نخرجوا غادي نتلاقى بواحد البنت حتى هي يوتيوبرز تكونوا كتعرفوها اكيد غتكونوا كتعرفوها سنو اذا ما كنتوش كتعرفوها غادي تعرفوا عليها واحد البنيه سنيونه انا جو سوي فان ديالها وصافي قالوا نحرق لكم المراحل تنتلاقى بها وتشوفوها لبست كسي ولا غونج بغيت نوريكم ولكن لبست مرول عاوتاني شوفوا دروا راسكم شتوش لبست صح ويلا نخرجوا لازم غير نوريكم فين تلاقيت واحد ندى صافا عليكم بخير كلشي مزيان عرفت شو اليوم اخيرا تلاقيت مع سلمى تخيلوا معايا فين ما تنجي لكازا تنديرو باش نتلاقاو ما كنتلاقاوش واليوم يلاه كتاب باش نتلاقاو دونك نهار تلاقينا غندير الشوها هاد لوطيل كامل غادي تفرج فينا راه ما عرفتش واش غادي يدير عرفتوا اللي زعما دخلنا لواحد لوطيل كاين حدا اون فو بليس تكونوا كتعرفوه وجابوا لنا هاد المال الصغير هادي راه شاده هادي تقول لي فلاش سنتيني خلاص نبعد باش نخرجوا جيبي جربي على خليها حاسه اصلا ما بقيناش باغي نجلسوا هاد المونه لازم في جوج ورقات لا صافي سير بقى
أربعة صفحات جوج ورقات، أربعة صفحات لازمنا دخلت هاد الكوكو عرفتي شنو هي هادي كوكو كوكو انا خديت ايس كوفي وهذا موخيتو المهم عطاونا الاكاجا بغاو شي يحسونا بالشمتة نيكست داي لي زامي شوفو هاد الانسان هادي اش خرج عليا صافي اساسا تقول لي اسما ما نخرجش عرفتي راه كنا جاهدين زيد ما حسيناش براسنا بقينا راسنا في دار شفت اش كنديرو هنايا شوفوا لي زامي غادي ناخذ انا وندى هاد الكسيوات بحال بحال كي جاونا قلنا في لي كومونتير كي جا شو ما فيو زيونا ضربات فين جات لا لا غناخذ والو باش خرج قدام الصراحه هادشي بسبيطك انا راه ماشي شي حوايج غالي فريمون جاتنا واعره اذا ما يمكنش ما ناخذهاش حيتاش ما غنبقاوش احسن منك لا انا مابقيتش غادي نتبع التفكير ديالك حيت غنمشيو لهذا اليوم الا ما غنمشيو لدارنا لا غنمشي لدارنا لا غنمشي لدار انا مابقيتش غنخرج معاك لا ديري معايا لازم نديناهم ب 700 درهم زوينين الصراحه 700 درهم 700 درهم الوحده موان 40% ب 700 درهم كيبقاو هادي سريع لي اليوم لداركم لا راك ما غنمشيش معاك لا ما بقيتش غادي ندور معاها شي انيسه كنت خسر الفلوس بزاف اختي وانا ما كنخسرش الفلوس بزاف انا عارف الحوايج ما خصهمش شي حاجه زعما وانا باينه كنخسروش لا لا راكي غادي تخسريها انا راكي معايا جبانيش انا زعما خديها بصراحه الفنين كيستاهلوا والله شنو انت كنت تموت على شي حاجه تاع الشوبينغ والماكله ولكن الشوبينغ بزاف اصاحبي اختي والله انايا راه عييت اليوم قرات هادشي مشكله كنقول يلاه زيد ندور دابا حنا مصافي مشينا للزهر خاصكم تعرفوا كتمشي لشي بلاصه بلا ما تحس تقول لي اي تصدق هذا مشينا للزهر بلا ما حسينا ولا نقول واش دخلنا قالت لي كيفاش هذا دخلنا دابا دابا حنا غادي ناكلو صراحه انا بقى ليها اخر يوم اخر نهار في كازا غتعاود ترجع ان شاء الله قريبا وغادي ندوزو ان شاء الله شوف البحر اه ما سخنتش شحال هي ولكن لبقيتي معايا غدير لي فايت الى كليكم اليوم على الثاني اللي تعرفت انا وسلام ودابا في انستغرام وداك الشرب بحال الحلاوه عرفتي بقاو كيقولوا لي بقاو كيقولوا لي ديرك واش كيفاش انت معنا هذا انا كنصور لك قولي كيفاش الله بقينا دفو هكا موقع معاك سموت يا الضحك طبعا الانستغرام ملك زي ما تبقي ديما كتعطيهم نفس الحاجة بس بقيت بدي بس بصح ديك الساعة دابا انا يا اختي الماكلة عرفتي شكون قدر ندوز هذا اللي الطاقة انا دابا انا كندوي معاك بزاف هذا التليفون ما نقدرش ندوي معاه نقول لك السلام عليكم معنا لازان احنا عاوتاني يومين ديال البرجوازية مع هاد السيدة you
زامي خذين الببوش وجينا كنا كل واحدة جا ما حسنت تاري. شوفوا على منظر خيال زوين. يا أختي رومانسية قلت ليها أنا يديك من بحال الدندار صور إيدي وإيدي مع الببوش. أخذينا الكبدة لزامي صراحة خلقناها أنا وندى اليوم. قولي لي كي جاتك الخرجة معايا صراحة واعرة مين كان شرطي اليوم أردو بزرق النهار أنا كيف نساش والله خطيرة استمتعتي. خرجنا وشدينا الشوبينغ مشينا مش للبلاي زين بس لاباس عليهم هذا البيبوش هنا شو قولي لهم على الببوش ترا لينا هذا هو الخروج ماشي بحال البارح البارح بقينا في بلاصه وحده انا اختي كيعجبني نتجلوق ما نكذبش عليك صافي لازمي باقي غادي ندورو الصراحه ما سخيناش نادى بقى لها غير اليوم وباغا دير كاع لي زاكتيفيتي البحر بعدا ما بغاش تحيد لي من حداه قلت لي البحر اختي البحر اختي انا ريحت يا دمع ابطي دمعك شي غيمه شوفوا لازمي جبت لها هاد الاجواء خرجتها من حياه البرجوازيه ديالها وجبتها لهاد الاجواء الشعبيه ديالنا حنايا كي جاتك الحياه ديالنا حنا غنطلعوا فهاد الحديده الواعره طلعي ها طلعي نادى عاشي معاكي لابسه اللوان تفرقت معنا نتيجة مع العائلة ديالي نتعشاو هذا الشيء اللي كيعجبني انا اما داك الشيء ديال لي بات داك الشيء ما تيشبعنيش
نبارطاجي معاكم اشنو وصلني. وصلني عطيني واحد الكسيوات فني نعشو. انا الصيف غندوزو غير بالكسيوات حيت غير ممكن حماش تلبس السراول في الصيف. الصيف كامل غندوزو غير بالكسيوات يا زامي. وصلني واحد الحوايجات زوينين هنايا كسيوات وواحد البوركيني غادي نوريهم لكم وغادي نطاقي لكم لاباج ملي خديتهم بيان سور. نعرفكم كتموتوا على لاباج ملي كناخد. دابا غادي نقيسهم ونوريكم. شوفوا يا زامي شوفوا هذه الكسيوه الاولى لا كولور حمقاتنا يا زعما. انا اصلا لا كولور اللي محمقاني هذا الصيف هي الغوز. شوفوا لي زامي الكسيوه الاولى كتجي طويله شي لتحت. صراحه عجبتني جاني فيها واحد الديفو صغير هي انها ملينا عرضه بزاف ما عرفتش حسيت بها بحال ديال الحاملات. انا غنطلع فوق البوفه باش نوريكم كيفاش كتجي طويله. لي زامي شفتوا نطلع فوق الموسيه كتجي طويله شي لتحت ومريحه لي زعما تبقاو مرتاحين فيها. شوفوا شوفوا لازمي نتوما كيفاش جاتكم في لي كومونتير قولوا لي شحال تعطيوها على 10. انا الصراحه هاد الكسيوه عطيتها 7 على 10. عجبتني عجبتني لا كولور كثر ولكن الفصاله ديالها ما عجبتنيش بزاف. دابا غادي نمشي نقيس لكم الكسيوه الثانيه. وبالنسبه لي طايا لي زامي راه الاس ديما انا كناخذ الكسيوه الاس باش نقيس لكم الكسيوه الثانيه. هذه هي الكسيوه الثانيه لي زامي. شوفوا هاد الكسيوه كتجي شويه قصيره. شوفوا انا نرجع للور ما نقدرش نرجع اكثر من هكا حتىش قصيره كتجي من هنا مزيره. وشوفوا المنظر كيفاش كتجي. كتجي فنه لي زامي هاد الكسيوه ديال البحر هكا ديال الصيف تكونوا مسافرين شي حاجه ديوها معكم لبسوها. تجي كتحمق لي زامي في البيته ديالو حتى هي بالنسبه لطاي الاس لي زامي. انا غادي نخلي لكم الموقع اللي خديت منه هاد الكسيوات. خديت غير جوج كسيوات وخديت واحد الصايه انا دابا غادي نقيسها نوريها لكم. وخديت واحد البوركين هي لا جوب لي زامي. شوفوا كتجي فنه كتحمق وكتجي طويله. ديجا هاد لي جوب راه خارجين لي زامي ولكن انا ديما كنقول لكم بلي ما عنديش الكرش وعندي التحت دونك صعيب باش نلقى لاطاي ديالي. هادي عرفتوا علاش خديتها حيت كتزير من لهنا. شوفوا شفتوا فيها هاد الفخره هنايا كنقدر نزيرها من هنا حيت انا عندي ديما مشكل هنايا ديما كيسراو كي خاصني نقصو من هنا لي زامي ومن تحت كنجي لي صعوبه باش نطلعها. دابا عرفتوا العرق فيها تخاف باش تطلعها والله مع الصهد. نير لي زامي سمحوا لي على هاد الصداع ديال ولد اختي المهم انا راه خصني مع هاد التريكو مثلا غنقاد ليها البسه وغتجي زوينه. انا غنطلع فوق البوفه باش تشوفوها كيفاش جاتني. شوفوا كتجي طويله وفيها الفتحه اللور. شوفوا شوفوا الفتحه اللور فاش القدام. انا صراحه حمقاتني هاد لا جوبا لي زامي شحال وانا باغي ناخذها وعاد كتاب. وصراحه عجبتني حتى لا كاليتي عندهم زوين تبارك الله. دابا لازم نقيس لكم هاد البوركين. عشو هاد البوركين خاصني ساعه باش نلبسو مع لاصق صاد وانا عرقت غنتحارب معاه. شحال حمقني هاد البوركين لي زامي. شوفوا شوفوا هاد البوركين شحال زوين. شوفوا شوفوا كيجي كيحمق لي زامي. شوفوا شوفوا كيجي زوين عرفت شو مستيلي ومستور وزوين. هاد البوركينه لي زامي كيجي مع البوني ديالو كي حتى انا ما كنديرش الزيت ما غنديرش البوني. بالنسبه لهذوك البنات اللي غادي يقولوا لي كيفاش انت كتلبسي حوايج قصار وبوركيني واخده مستور. لا زامي انا في البحر ما كنبغيش نعوم بدو بيس حيتاش بالنسبه لي انا حشومه وكل واحد حر في راسه. انا ما كندخل في الحريه ديال حتى شي واحد. كل واحد حر في راسه كل واحد ويلبس اللي بغى. انا كان عندي هذوك البوركيني ديالي بحال هكا اللي نصكم عرفتو سمحوا لي هكا وكنت باغي ناخذ غير بوركيني نصكم. كاين المشكل اللي في هذوك لي بوركينه لي زامي هو انه البرونزاج. الا شفتوا في الفيديوهات اللي قبل غتلقاو عندي هنايا كحل وهنايا بيض وشوها فاش كنلبس شي كسيوه ولا شي تريكو هكا ولا هكا كيبقى يبان هذاك الفرق كيبان مشوه بزاف لي زامي. داك الشيء علاش خديت هذا البوركيني الطويل على وديت البرونزاج على وديت باش ما نتبرونزاش باش ما نشدش شي برونزاج خايب. وصافي هادشي اللي كاين لي زامي. كان هذا هو الاول ديالي اول صغير ورا لي زامي. هنا غادي نسالي لكم لا فيديو ديالي. جيسبيغ عجبكم لا فيديو. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك تبارطاجيو مع صحابكم باش تخليو لي كومونتير زوين. باي باي.